أفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله هل لا سألوا إذا لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الأمر بالمحافظة على الصلاة وإقامتها وإتيانها على الوجه المشروع الذي أمر الله به تبارك وتعالى في ثنايا القرآن الكريم والآيات والأحاديث التي تدعو دائما إلى المحافظة على الصلاة على الأمر يتأكد دائما ولكنه يكون أكثر تأكيدا فضيل الدكتور سعيد في هذه الأيام الفاضلة المباركة التي ربما بعض الناس قد يتهاون في أداء الصلاة هناك من يتركها هناك من يؤخرها عن وقتها وهناك من لا يؤديها على الحقيقة والوجه الذي طلب منه أن يأتي به الصلاة نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر مع المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله الصلاة والصيام أه كلاهما أه من وفقه الله عز وجل للمحافظة عليهما فقد ترشح للغفران لان العبادات في مجملها هي مرشحات للغفران ربنا عز وجل امرنا باداء الصلاه فقال حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين وقال في سورة البقرة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه المطلوب. ولا يكون ذلك إلا بالمحافظة على أركانها كاملة والمحافظة على شروطها والمحافظة على مندوباتها ومستحباتها وبذلك يتم هذا القيام يتحقق هذه تتحقق هذه الاقامه اقيم الصلاه واتوا الزكاه والصلاه كما نعلم جميعا هي الركن الثاني كما في حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس يبين هذا الحديث ركائز الاسلام الخمسه الاولى هي اعلان الشهادتين الثانيه إقام الصلاة إقامة الصلاة ثم تأتي الزكاة ثم الصيام ثم الحج لمن استطاع إليه سبيلا إذن هذه هي ركائز الإسلام الخمسة وربنا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم الله قانتين قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والمحافظه على الوقت كما دلت هذه الايه امر لازم المحافظه على اداء وقت الصلاه على القيام بهذه الصلاه في وقتها ويكون ذلك اداء ولا قضاء واداء الصلاه كما نعلم وكما فصله الفقه الاسلامي هناك الوقت الاختياري والوقت الضروري ولا يجوز اللجوء إلى الوقت الضروري لا يجوز إيقاع الصلاة في الوقت الضروري إلا لضرورات ملجئة إلى لأسباب ولأعذار وإلا المسلم يجب عليه أداء الصلوات في وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والإمام الإمام مالك رضي الله عنه في موطئه وضع عنوانا وهو العنوان الأول وقوت الصلاة ولم يقل أوقات الصلاة لم يستعمل جمع القلة ولكن استعمل جمع الكثرة وقوت الصلاة وإن كان هي خمس أوقات خمس صلوات ولكنها كونها تتكرر في اليوم والليلة من جهة ومن جهة أخرى أجرها عميم وأجرها وفير وكبير لذلك استخدم هذا العنوان وقوت الصلاة إذا لا يجوز تأخير هذه الصلوات إلى وقتها الضروري إلا لعذر ومن كان له عذر فقد حقق وقت الأداء ولكن في الوقت الضروري ومن فاته ذلك فطبعا يقضيها ستظل ذمته مشغوله بالصلاه الى غايه قضائها مع اثم التاخير. اذا فالصلاه هي عماد الدين. اذا تحدثنا عن الصلاه الفريضه، ناتي الى الصلاه النافله. افضل قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الشريف افضل الصلاه بعد الفريضة صلاة الليل سبحان الله لا. يعني حينما نذكر هذا الحديث نستبشر خيرا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في شهر رمضان المعظم إلى هذا الخير العميم الذي ينتظر كل مسلم مج... كل مسلم مجتهد أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل هذه رواية الإمام مسلم اذا تعلمنا من هذا الحديث ومن الحديث الاحاديث المشابهه ان افضل الصلوات بعد المكتوبات بعد المفروضات صلاه الليل وقال في حديث اخر خرجه الامام الترمذي عليكم بقيام الليل او بصلاه الليل عليكم بقيام الليل فالحديث فإنه دأب الصالحين فإنه دأب الصالحين، هذه رواية الإمام الترمذي، عليكم بقيام الليل، إذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الليل، فإذا علمنا بأن أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، فلنستثمر هذه الليالي المباركات وهذه الأيام الشريفات، نستثمر أيام رمضان صياماً ونستثمر ليالي رمضان قياما بإحيائها عن طريق القيام وتلاوة القرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا حديث ابي هريره الذي خرجه وهو حديث متفق عليه البخاري ومسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هي فرصة ذهبية متاحة لكل من شهد رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولكن لابد أن يجتهد المسلم في تحصيل تلك النوافل وتلك التي تقربه إلى سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الأحاديث وإذا عدنا إلى الصيام نقول من صام رمضان كما قال النبي صلى الله عليه السلام السلام. من, من صام رمضان إيمانا واحتسابا واغفر له ما تقدم ذنبه إذن أحاديث مرغبة وأحاديث تدعونا إلى الاجتهاد في هذا الشهر الفضيل للدخول لدخول الجنة إن شاء الله من باب الريان نسأل يعني الله لنا الستر وحسن الخاتمة والتوفيق في هذه العبادات وفي هذه القربات والباقيات الصالحات ولكن ننبه إلى أمر مهم بعض الناس يصومون ولا يصلون صحيح حينما يقترب رمضان الجميع يلاحظ الكثير من الناس بداوا الصلاه، شرعوا في الصلاه. وهناك من كان تاركا للصلاه فرجع اليها وهناك من لم يصلي اصلا لا يملك في رصيده ركعه واحده ولا حول ولا قوه الا بالله، وربنا جل جلاله هداهم ويسر لهم يعني القيام بالصلاة إقامة الصلاة في هذا الشهر الفضيل أولا نسأل الله القبول وربنا عز وجل قد وعد جميع العصاة وترك الصلاة من المعاصي الكبيرة بالمغفرة والأجر بقبول التوبة في أرجى آية في القرآن كما في سورة الزمر في الآية 53 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم ولكن المؤسف من بقي على حاله يصوم ولا يصلي ذكرنا حديث ابن عمر قبل حين الذي يبين بأن الصلاة هي الركن الثاني بعد التوحيد بعد الشهادتين والصيام يأتي في المرتبة الرابعة هذا من جهة من جهة أخرى كيف يحرم الإنسان نفسه من أداء الصلاة رغم محافظة على الصيام وبالمناسبة صيامه صحيح هناك من يطرح هذه الأسئلة يقول من كان يصوم ولا يصلي نقول وبالله التوفيق صيامه صحيح أما بالنسبة للقبول ودرجة القبول الله أعلم لا أحد منا يجزم بدرجة القبول. قلت في مقدمة اللقاء ان هذه العبادات، ننتبه جيدا، هي مرشحات للغفران. اعيد. العبادات هي مرشحات للغفران. اذا كلنا مترشحون. نسأل الله الفوز والقبول. اذا اقول لهؤلاء الذين يصومون ولا يصلون، عليكم بإقامة الصلاة فالصلاة صلاة عماد الدين وتكون عندكم صلة تربطكم بالله عز وجل دائما خمس مرات في اليوم والليلة يأتي هذا الشهر الفضيل فتستثمرونه ونستثمره معا في إحياء لياليه بصلاة التراويح ما أسعد من وفقه الله عز وجل لأداء هذه الصلوات صلاة التراويح وتلاوة القرآن لذلك فلنربط بين الامرين بين الصلاه والصيام، وهناك من وفقه الله عز وجل الى ذلك بعد تفريط كبير ان الحسنات يذهبن السيئات كما قال القران فاجتهدوا في تعويض الفائتات من الصلوات ومن الصيام نسال الله القبول. اللهم امين يا رب العالمين، جعلنا الله واياكم ممن يقيم الصلاه ونسال الله تبارك وتعالى نكون من المحافظين عليها يا رب